زياد، وهنجيب لك صوره تانية دلوقتي برضو، انت مع زمايلك وانت بتلعب في الشارع. زياد قول لي بقى بداياتك مع النادي الاهلي. انا في الاول يا كابتن رحت نادي انبي 2008 كده 2009. رحت نادي انبي وبعدين فضلت معاهم سنه. ما وفقتش، ما تقيدتش مع نادي انبي. بعدين بعد ما مشيت من انبي على طول في نفس الاسبوع مضيت في النادي الاهلي 2010. مين اللي اختارك في النادي الاهلي وقتها؟ كان كابتن محمد شرف وكابتن تامر حفني. كابتن محمد شرف وكابتن تامر حفني من الاثنين، من العيون اللي زي ما بقول ثاقبه يعني، ما شاء الله من اول لمسه ممكن يقول اللعيب ده يكمل ولا ما يكملش. انا قعدت 10 دقايق مثلا في التقسيمه وبعدين راحوا نادوني على طول. ومضيت وفضلت بقى لحد 2018 وبعدين 2019، بعدين بقى طلعت الدرجه الاولى مع مستر موسيماني. اول تصعيد لك مع موسيماني؟ ما طلعتش قبل لا كده لا مع فايت؟ لا، طلعت مع مستر موسيماني. موسيماني ده اول تصعيد. بس بعدين بقى مره في مره، وبعدين رحت نادي الاسماعيلي. ما لسه هنتكلم دلوقتي عن التجارب الاعاره سواء البنك الاهلي او الاسماعيلي، مش عايز انط بس انا عايز نمشي بالتسلسل كده. فضلت في الدرجه الاولى حبه وبعدين نزلنا لعبنا ماتشات في فرقتنا في 99. مين المدرب اللي اثر معاك وانت في الناشئين اتعلمت منه؟ كل المدربين اثروا معايا يعني، كل المدربين اكيد كان ليهم حاجه كويسه ان احنا نتعلمها منهم. سواء كابتن احمد سراج، كابتن محمد شرف، كابتن تامر حفني، كابتن عمرو انور، فكل المدربين كانوا لازم يحطوا لنا حاجه كويسه يعني، لازم نستفاد منهم في حاجه. بس اكيد في مدرب ساب فيك بصمه. كابتن احمد سراج بصراحه ساب فيها بصمه، ساب فيها بصمه كبيره جدا. كان على طول بيعنفني ان احنا لازم نكسب، مش انا لوحدي يعني، كل فرقه كلها. فدي حاجه بصراحه يعني لحد دلوقتي هي معانا، ان احنا موضوع الخساره او التعادل ده بالنسبه لنا مشكله كبيره جدا. وده اللي احنا اتربينا عليه يعني، الحمد لله ان احنا اتربينا عليه في النادي الاهلي يعني. دي كان المدربين حريصين في اي مباراه بتتعادل كان بيبقى في مكافاه في حاله التعادل في النادي الاهلي؟ لا ولا طبعا الخساره ما فيش خساره ولا تعادل، هو مكسب. مكسب بس، مكسب بس عشان تاخد مكافاه. فطبعا كنا بنموت على كنا بنموت على المكسب بقى. طبعا عشان تتعود على المكسب ده. طبعا. بس